شكرا جزيلا لحضوركم. في البدء أبارك للمسلمين جميعا ذكرى هذه الزيارة الكريمة، زيارة النصف من شعبان، ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا وإياكم من الممهدين لدولته. وجودنا اليوم في محافظة كربلاء المقدسة في حضور الوزراء ووزراء الداخلية والنقل ونائب قائد العمليات المشتركة لمشاركة الأخوة السيد محافظ كربلاء المقدسة وقائد العمليات وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الحشد الشعبي الذين يشرفون على الخطة الأمنية والخدمية لمراسم هذه الزيارة. من خلال الاستعراض وشرح هذه الخطط، لله الحمد وجدنا التنفيذ بشكل دقيق وتأمين كافة متطلبات الزيارة سواء كانت الأمنية أو الخدمية. اطلعنا على تفاصيل هذه الخطط، وكذلك خطة النقل أيضا جاهزة. لله الحمد لم نجد أي قطوعات في كافة المحاور، مما يدل على انسيابية دخول الزوار. على المستوى الخدمي هناك استنفار لكافة الدوائر الخدمية في المحافظة واستحضارات موجودة. الوضع الأمني مستتر. هذه المحافظة المقدسة من المحافظات التي يؤشر لدينا استقرار واضح للأمن فيها، وإن شاء الله يستمر كذلك. إجراءاتهم في تأمين هذه الزيارة واضحة على مستوى الخطط في من الأماكن المقدسة وانتهاء بالأطواق الخارجية على مستوى صحراء كربلاء والمناطق والمحافظات المحاذية. تحدثت مع الأخ المحافظ وكل الدوائر الخدمية أن هذه المحافظة المقدسة تشهد زيارات مليونية، وبالتالي فإن الحكومة تعمل على خطط طويلة الأمد، ابتداء بتشكيل لجنة دائمية للزيارات المليونية. هذه اللجان لا تتشكل فقط أثناء وقت الزيارة، وإنما تكون موجودة تقوم بتهيئة الخطط الخدمية والأمنية، وتتعاون مع فيها كل الجهات من أجل استيعاب الأعداد الغفيرة من الزوار سواء كان من داخل العراق أو من خارج العراق. اليوم شهدنا تزايد من الزوار من خارج العراق، خصوصا مع التسهيلات اللي قدمناها في منح سمات الدخول في بعض المنافذ، فضلا عن خططنا الخدمية المستقبلية التي سوف تفسح المجال أمام عدد كبير من الزوار من خارج العراق. هذا الأمر يتطلب تهيئة وخطط، وبنفس الوقت أيضا تعاون من كافة الفعاليات المجتمعية والقطاع الخاص الذي هو شريك مساند ومهم في إنجاح هذه الخطط. باسم الحكومة العراقية نثمن هذا الجهد الذي بذل من قبل المحافظة والقادة الأمنيين على هذا المستوى من التنفيذ، ونستطيع القول ولله الحمد أن الزيارة ناجحة والخطط مكتملة لغاية هذه الساعة.